القلوب الصادقة المنيبة إلى الله التي تريد الله حقا حقا عليها أن تعلم أن لله سبيلا يقال له سبيل المخلصين، وهم أولياؤه المخلصين جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وأرحم الراحمين. المخلصين هم الصفوة، هؤلاء الذين تابوا إلى الله منهم صفوة، يصفون بمثل هذه المحن وهذه الفتن. يمر العبد على معصية إما بخاطره أو برجله وقدمه، فيمر على أماكن طالما عصى الله فيها فيستغفر ويتوب ويقول يا رب ما أكرمك، يا رب ما أرحمك، أنك رزقتني يوما أمر فيه على هذا المكان وأتوب مما عصيتك فيه، وهذا كله بفضله ومنه وكرمه. يقول يا رب أنت الذي أنعمت علي قبل منيتي وموتي أن أتوب إليك من هذا الذي كنت أفعله هنا وآتيه هنا. فإذا بهذا المرور الحسي بالجسد يقرب إلى الله، وكذلك إذا جاء المرور المعنوي في النفوس والقلوب والأرواح فذكرت بالشهوات والملهيات فتمعر القلب لله. تذكر أخي في الله، إذا عرضت على الإنسان صورة من صور المحارم التي كان يتلذذ بها وأحس ساعتها أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله مراقبه وأن الله مطلع عليه، وهذه الساعة قد أدنى الشيطان فيها من آمن العبد من قلب العبد لينفث فيها ما ينفث، فإذا بالقلب يرفض وإذا بالنفس تأبى، وهذه هي النفس الزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفوس إما زكية بطاعة الله عز وجل وإما شقية بمعصيته، وما ربك بظلام للعبيد. فإياك ثم إياك إذا جاءتك الذكريات أن تستقيم، أن تسترسل مع هذه الذكريات، اقفل الباب من أوله. في أول مرة ستجد الأمر صعبا عليك، ثم بعد ذلك إذا به أخف، ثم المرة الثالثة الرابعة، حتى إنه بعد ذلك تمر عليك هذه الصور ولا تضر قلبك شيئا، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالذي ينكر الفتنة بقلبه ويكرهها ويمقتها في ذات الله وطلبا لمرضات الله لا تضره الفتنة بعد ذلك. واثبت بثبات الله واعلم أن الله يمتحنك. البعض يظن أن الالتزام هو أمر عارض، الالتزام ابتلاء واختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين، والمؤمنهم صفوة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ويماز طيب الطيب بطيبه. إذا أبى الخبث أن ينزل في قلبه أو في صدره أو في نفسه أو يجري في نفسه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم اجعلنا من أهل البصيرة. فهذه من نعم الله عليك. أوصيك أخي في الله أن ترضى بالله. وأما الأمر الأخير فأبشر، فوالله ما قفلت باب فتنة عليك إلا فتح الله عليك أبواب الرحمات، ولا أعرضت عن شيء فيه لذة ساعة وعذاب دهر إلا أبدلك الله بلذات من الإيمان تتلذذ بها إلى لقائه. إن العبد يعرض عن الحرمة من حرمات الله في سمعه وبصره وفؤاده وجوارحه وأركانه، فيعوضه الله إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقاه. واعلم أنك تعامل الكريم. ثم البشارة الأكبر إذا وقع ذلك في زمان عظمت غربته واشتدت محنته وقل فيه ما يعينك على ذكر الله، فاعلم أن لله صفوة، ومن أعظم ما تكون الصفوة إذا عظم البلاء. ولا يزال البلاء بأولياء الله حتى يصبح العبد لا ينفك عن فتنة قائما وقاعدا، بل ربما جاءت الفتنة وهو مضطجع في منامه. فالله الله بالثبات على دين الله والتوبة لله